بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بحضراتكم وعودة مرة أخرى لحلقات الـ Artificial Intelligence. والنهاردة هنتكلم على الـ B Algorithm أو الـ ABC Algorithm أو الـ Artificial B Cloning Algorithm، وفي الحقيقة كلهم بمعنى واحد، وهو دراسة سلوكيات خلية النحل أثناء بحثها عن الطعام واستنباط مجموعة من الخوارزميات البرمجية لحل مشاكل حقيقية في العالم الواقع. النهارده الحلقه دي هتكون مقسمه الى جزئين. الجزء الاول هنشرح فيها البي الجوريزم، والجزء الثاني هنشرح نقطه بحثيه تم استنتاجها او استنباطها من محاضرات السوفت وير انجينيرنج. فكان المفروض في الحلقه دي ان انا اشرح جميع النقاط البحثيه اللي تم الاشاره اليها في المحاضرات السابقه في السوفت وير انجينيرنج، ولكن وجدت ان دي هتكون طريقه افضل ان انا اقسم المحاضره الى جزئين. جزء اشرح فيه موضوع جديد عن الارتفيشال انتليجنس، والجزء الثاني ان انا اشرح مقومات النقطة البحثية زي ما ذكرنا قبل كده. فخلونا ندخل على موضوعنا النهاردة. في الحقيقة في مجال علوم الحاسب الآلي، خوارزميات خلية النحل أو الـ Artificial B Cloning Algorithm هي مستوحاة من السلوك الذكي للنحل أثناء بحثه عن الطعام. فعشان نفهم سلوك النحل وعشان نقدر نفهم هذا الألجوريزم لازم نعرف سلوك النحل كويس جدا. طبعا احنا عارفين ان خلية النحل بتتكون من مجموعة من العناصر فيها ملكة النحل، ودي مسؤولة عن عملية وضع البيض، وعندنا عنصر تاني هو الذكور وهو مسؤول عن عملية التزاوج، وعنصر ثالث في الخلية وهو النحل العاملات او الشغالات، وده مسؤوليته ان جزء منه بيكون مسؤول عن خدمة الخلية وجزء منه مسؤول عن رعاية البيض. والجزء المسؤول عن الخلية مهمته هو البحث عن مصادر الغذاء زي مثلا البساتين، الازهار، الاشجار وهكذا للحصول على رحيق جيد. ولما النحل ده يرجع للخليه بيبقى له مهمه تانية انها بتبلغ باقي النحل عن مصدر هذا الرحيق، وده عن طريق بعض الرقصات او الاهتزازات اللي بتعملها. فمنها رقصه طبعا اسمها الرقصه الدائريه، وفي رقصه اهتزازيه. كل حركه يا جماعه ليها معنى يعبر عن المكان والمسافه للوصول الى الرحيق، وده النحل ده بنسميه الكشافة. وهنا بيجي دور عنصر رابع أو خامس في الخلية، وهو ما يسمى بنحل المراقبة أو المراقب، وده بيقدر يشوف جودة الرحيق ويتذوقه أو يعرف جودته اللي رجعت به كل نحلة وتقييم مدى جودته، ويقوم بعملية الاكسبلوريشن مرة تانية في إيجاد مصادر تانية للرحيق. زي ما قلنا ان النحل من اكثر الكائنات المنظمه، وهو وكل واحد له دوره وله مسؤولياته، وزي ما ذكرنا سلوكها في البحث عن الرحيق والابلاغ عنه بالرقصه الدائريه والرقصه الاهتزازيه لتحديد المصدر والمسافه والجوده للرحيق. طيب تعالوا بينا نشوف الالجوريزم بيشتغل ازاي عشان نقدر نفهمه اكتر واكتر. فزي ما احنا شايفين قدامنا الارتفيشال بي كلوني الجوريزم او الاي بي سي الجوريزم او البي الجوريزم، زي ما احنا شايفين الفلوت شارت بتتكون من مجموعه من النقاط، بالظبط هم 8 خطوات. فالخطوه الاولى بتبدا بوضع عدد معين او مجموعه من النحل الكشافه، وهنديها الرمز ان، عشان تقوم بالبحث عن الرحيق في مسافه بحث محدده، وهنديها الرمز اس. تيجي بعديها الخطوة الثانية واللي هي evaluate the fitness of the population. في الخطوة دي هنا بتقوم النحل بعملية تقييم لمدى ملائمة المواقع اللي زارتها، بتعمل تقييم لكل موقع راحت زارته، وبعد كده بتشوف نتائج هذه التقييمات كنتائج نعتبرها نتائج أولية، وتعمل العملية دي عدة مرات كذا مرة، وفي كل مرة بتخزن القيم أو النتائج دي في مصفوفة بترتيب تنازلي، يعني أعلى قيمة ثم القيمة الأقل فالأقل فالأقل وهكذا. تيجي بعد كده الخطوة الثالثة، وهنا تجتمع كل النحل أو جميع النحل الكشاف على اختيار موقع واحد وليكن الرمز بتاعه الرمز M، ومن عناصر المصفوفة اللي كونتها في الخطوة اللي فاتت، وبتاخد قرار جماعي باتخاذ الموقع E. يعني ندي مثلا الـ E هو الموقع اللي كان مثلا أفضل بالنسبة لنا من المجموعة M على كامل مساحة البحث S.
بعد كده ننتقل للمرحلة الرابعة أو الخطوة الرابعة، وهنا النحل بيختار مكان قريب من المكان اللي اكتشفه. يعني النحل بيقول لعل إن هو يجد موقع أفضل من الموقع اللي اكتشفه. فلو لقى فعلا مكان أفضل هيقوم بعمل تحديث للمصفوفة بتاعة البيانات اللي عملها في الخطوة الثانية. أما بعد كده بتيجي الخطوة الخامسة عندنا، واللي هي كويرت بي فور سيلكتد سايت، ودي بتبقى بعد مرحلة اختيار المناطق المجاورة اللي قلنا عليها. النحل بيقوم بعملية التقييم لمدى ملائمة المواقع اللي هو زارها أو اللي هو اكتشفها. تيجي بعد كده المرحلة السادسة اللي بعديها، أو الخطوة اللي بعديها، اللي هي select the fittest bee for from each site. في الحقيقة الخطوة دي مش موجودة في سلوك النحل وغير موجودة في الطبيعة، ولكن تم تعديل الألجوريزم ده لتقليل عدد المواقع اللي المفروض أو التي يجب اكتشافها، مش أكثر ولا أقل. يعني بدل ما كانت النحلة هتزور مثلا 50 موقع، لا، الخطوة دي اتعملت بس عشان نخليهم 20 موقع أو 10 مواقع، يعني تقليل بس الإيه عدد المواقع اللي المفروض يعني إن إحنا نكتشفها أو نزورها. نيجي للخطوة السابعة، وفيها بيتم تهيئة البيانات العشوائية الجديدة اللي إحنا حصلنا عليها خلال مرحلة اكتشاف المواقع الأفضل اللي وصل لها النحل الكشاف، وفي أول إتريشن زي ما حصل في هذا الألجوريزم. أما الخطوة الأخيرة أو الخطوة الثامنة، وهي إن إحنا بنكرر الخطوات في هذا الألجوريزم من الخطوة الثانية إلى الخطوة السابعة لحد ما يتحقق الشرط بتاعي للتوقف أو الحصول على أفضل موقع حصلنا عليه من الإتريشن اللي فاتت. طيب هنا خلونا نشغل كود برمجي معمول بلغة البايثون، وبعدين نرجع نستكمل المحاضرة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين قدامنا، ده كود برمجي معمول بلغة البايثون لخوارزمية خلية النحل. انا عملت ران للبرنامج، وزي ما احنا شايفين هنا نقطة الانطلاق، او هنا خلية النحل. النحلة بتقول بزيارة مجموعة من المواقع، وكل مرة بترجع لخلية النحل بتشوف العدد، المسافة وجودة الرحيق زي ما قلنا، عشان تقدر تقول ايه احسن مسار وصلته. فالكود ده طبعا انا هسيبه لحضراتكم في اسفل الرابط في الفيديو، تقدروا تشوفوه. نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا. نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا ونستكملها. فهنا نقدر نقول يا جماعة حاجة مهمة جدا، ان هذا الالجوريزم بيستخدم في حاجات كتيرة جدا، من اشهرها الفينجر برينت. على فكره بيستخدم في هذا الالجوريزم، في عندنا او بصمه الاصبع احنا عارفينها طبعا، وكمان بنستخدمه في حل مشكله التي اس بي، فاكرينها اللي احنا قلناها في محاضرات الانتي كلوني الجوريزم، وهي الترافلينج سيلزمان بروبلم، او مشكله البائع المتجول للحصول على اقصر طريق. وهنربط هذا الالجوريزم زي ما ذكرنا قبل كده في محاضرات السوفت وير انجينيرنج، وهنشوف هنستخرج منه موضوع متعلق بالاجايل ميثودولوجي. دلوقتي احنا هندخل بقى على النقاط البحثيه اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات السابقه. ففي هذا الجزء ان شاء الله انا هديك مقومات الفكره البحثيه او المعطيات اللي هتخليك تستنبط الفكره البحثيه، وزي ما قلت قبل كده الموضوع محتاج قرايه كتير في المواضيع المتعلقه بالنقط البحثيه وفهمها كويس جدا، عشان تقدر تطور هذه الفكره او هذا الالجوريزم عشان يكون اضافه قويه ان شاء الله. فاحنا على مدار 10 محاضرات اتكلمنا في موضوعين اللي هما الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي، واخترنا فيه مجموعه من المواضيع او مجموعه من الالجوريزمز، وكمان اتكلمنا عن السوفت وير انجينيرنج. ففي الارتفيشال انتليجنس اتكلمنا على البي الجوريزم والانتي كلوني الجوريزم والجينيتك الجوريزم، واتكلمنا ايضا عن الري انفورسمنت ماشين ليرنينج، واتكلمنا على فيها في الام اي دي بي الجوريزم والماركوف ديسيشن اللي هي الماركوف ديسيشن بروسيسز، واتكلمنا على الكيو ليرنينج. وفي السوفت وير انجينيرنج اتكلمنا في الاجايل والسكرام والاكس بي والمالتي دايمنشنال سكسس فاكتوري والتاورد افازي فور ايفورت.
فطبعا النهارده كان لازم ان احنا نشرح موضوع البي الجوريزم او خوارزميه خليه النحل، لاننا ذكرناها كتير قبل كده وربطناها بمواضيع خاصه بالسوفت وير انجينيرنج وخاصه الاجايل ميثودولوجي. وزي ما قلت انا هديك مقومات البحث او المعطيات او الفكره في كل موضوع هنتكلم عليه. فعلى سبيل المثال النهارده احنا اتكلمنا على البي اي الجوريزم وشرحنا في هذا الالجوريزم ازاي النحل الكشافه بيقوم بعمليه اختبار جوده الرحيق وازاي بيختار ويعرف المسافه وازاي بيحدد الاتجاه، وشفنا الالجوريزم بتاعه. وفي نفس الوقت لو احنا فاكرين في المحاضره الاولانيه تمام اللي احنا اتكلمنا فيها عن الاجايل ميثودولوجي وشرحناها تمام، قلنا ان الاجايل ميثودولوجي او الفكره العامه بتاعتها عشان اعمل بروجكت خاص بالسوفت وير بقسمه الى مجموعه من الاتريشن او مجموعه او سب بروجكتس. كل بروجكت بعمل فيه فيه بجمع الريكويرمنتس وبعمل الديزاين والديفلوبمنت، وبعد كده بعمل عمليه التستنج. بعد ما عمليه التستنج بادي باخد بفرجه لليوزر وبيشوفه لو ليه اي ملحوظات او تعديلات انا بعملها، وبعد كده باخد منه اليوزر اكسبتنس تيست، وبعد كده بخش على الجزء الثاني من المشروع وبرضه بعمل له الريكويرمنت والديزاين والديفلوبمنت والتستنج تمام، واخد برضه من اليوزر يوزر اكسبتنس تيست بعد ما يشوفها ويطمن ان هذا الجزء اصبح يعني تمام، فبخش على الجزء اللي على الاتريشن اللي بعديها وهكذا وهكذا وهكذا. فبالتالي استطيع تعديل المرحله الرابعه في الاجايل ميثودولوجي وهي الجزء الخاص بالتستنج في كل سب بروجكت تمام، باستخدام سلوك خليه النحل في مرحله اختبار جوده الرحيق زي ما احنا قلنا، واقدر اعدل هذا الالجوريزم لتحسين وتطوير الاجايل ديفلوبمنت ميثودولوجي. وده يا جماعه هيوفر على الشركات الخاصه بالسوفت وير ديفلوبمنت او اللي بتعمل برامج الوقت والتكلفه في مرحله التست فيز، وكمان الريجريشن تيستنج اكتيفيتي اللي تقريبا دي بتقدر بنسبه 50% من تكلفه انتاج البرنامج. وكمان يعني هقدر تعيين الاسبقيه لحالات التست كيس بريورتي باستخدام هذا الالجوريزم تمام. فاحنا لو فاكرين في الاجايل احنا قلنا في حاجات ليها بريوريتي عندي تمام، ولازم اقسمها ولازم احطها تمام، فاقدر استخدم او احط الاسبقيه لهذه الحالات في التست كيس بريورتي، لان في سلوك النحل الكشافه هو بيعمل كده بالفعل تمام، وبيديني تحسين لهذه الطريقه تمام. في حاجه كمان احنا ممكن نستخدم هذا الالجوريزم اللي هو البي الجوريزم في تحسين صناعه القرار في انظمه النولج بيس سيستم وفي انظمه الدي اس اس او ديسيشن سبورت سيستمز، وكمان في انظمه البيزنس انتليجنس، لان البي الجوريزم او خوارزميه خليه النحل زي ما شفنا بتدي معلومات دقيقه حول جوده ومسافه واتجاه الرحيق الجيد. فممكن اعدل هذا الالجوريزم لانظمه النولج بيس سيستم والدي اس اس اللي هي الديسيشن سبورت سيستم والبيزنس انتليجنس لتقديم تقرير يساعد في اتخاذ القرار لصناع القرار او الديسيشن ميكرز. وبكده يا جماعه تكون ان شاء الله انتهت محاضرتنا النهارده، على موعد ان شاء الله بموضوع جديد في الارتفيشال انتليجنس وربطها بالسوفت وير انجينيرنج والخاص بالاجايل ميثودولوجي اللي اتكلمنا عليها في المحاضرات السابقه. اتمنى ان انا اكون قدمت معلومه مفيده النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.